مساء الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان، من خلالكم بدنا نحكي بهالموضوع. عم بقرأ عن بيير حشيش والعمل اللي صار معه الإرهابي بهالشكل. أنا بقول لبيت حشيش، إذا كنتوا من البترون اسمعوا مني، اعملوا شيعي. هني ميشيل عون وهول المجرير بناته وأسرته، ووطن من مين؟ من حسن نصر الله. روحوا اعملوا شيعي وشو بدكن. وأكترية المورني كانوا من الأصل شيعي، لما فاتوا المماليك وقلبوا هالقلب هي كله. وخلي هذا المجرور اللي اسمه جبران باسيل يقدر يرفع ايده عليك بعد منه. وإذا قلبت الآية مع الشيعي، رجع اعمل غير دين وينوة واعملوا مصلحتكم. لحني المجرير تبع المورني مشيوا مع الإسرائيليين، قلبوا عليهم، رجعوا غير الكبش ومشي بالسوريين، التزت شبه. هلا كلن عاملين لحية وبيعدوا على التلفزيونات يفرجوا لحية إنن هني مع حزب الله. هلا يصير موقف حزب الله بالأرض ويصير تنرفع الإيد عليهم. كلنا بنعرف عن أيام الرئيس بشير جميل لما ننتخبوا فات الجيش الإسرائيلي، فاتوا على الغربية شباب الكتاب والقوات يومته، فاتوا الجوة، هذا كله شفناه قدامنا. يعني هلا قلبت الدوري مع حسن نصر الله، بتقلبوا عليه ما في شيء، بتعملوا مصلحتكم. هيدي لعبة مصالح وبدون أخلاق. وطول لحيتك هيك وقصرها على الطريقة الإيرانية وأبدا السفالي منا فيكم، السفالي ببكركة. ما بتاخد موقف من هالموضوع، مالين قلب، مكبوشين، مزلولين، هذا كل الموضوع. مالين قلب تعملوه انتو حرين، شغلي بتخصكم. يا عيب الشوم عليكنا هالعمال، تنزلوا هيك من السيارة، هيدا جبرون بيسيل صور بيودي يضرب الناس، مثل الوقت اللي كانوا عن ايام السوريين يفوتوا المرة ده ما يخلوا بنت، ما يخلوا مرة بالكورة. يا ما فين ظلمة بالكورة من نسوان ومن بنات، بس ما فين يحكى، خلي يقلب الظرف السند في تتفرجوا كيف بيحكوا كله، وانتوا عارفين كل شيء. اللبناني بدون أخلاق، ضمير ما بيعني شيء، لقاله مصلحته وعمصلحته خلاص بيعمل كل شيء، يقول هو خبيث ما بيحكي، وعدوا دويوين وعدوا كذب كل هالنهور. هذا اللبناني. شي ببكي يا حسن نصر الله، كان فيك تعمل أكبر من زعيم، كان فيك تعمل قديس مثل البابا فرانسيس. شفتوا بالبرتغال يا عمي حسين؟ شفتوا كيف لابس هالأبيض؟ إذا التباني غطت على الأبيض ببين. أنت بتطلع بعبايتك هالسودة وأسود من فوق لتحت، تي ما ببين لا الدم ولا ببين المبيد ولا ببين شي ولا ببين شي. وبتحكي نحنا يعني منشكر هالعدالة الخفية إنها خلتنا نقرأ ونفهم. تحية لدولة إسرائيل، الدولة العظيمة الكبيرة المهمة يلي رئيس وزراء إذا جاوز الخط بفوت على الحبس، رئيس جمهورية بفوت على الحبس. وبتحكى ولكن عين تحكى، بتصوموا مع مين؟ روحوا تشوفوا السجناء، شفنا السجناء بسوريا اليوم كيف بيقتلون وكيف بيدبحون. عم تقرأ السجناء الفلسطينيين بيتحموا وبيأكلوا. شفتوا الضوفي تبعاً كيف بينامه؟ عم نشوف الصور. نعم بشوم عليكم بدون أخلاق. تحية لبنغوريان، تحية لكل القادة، لكل القادة تبع دولة إسرائيل العظمى، الديمقراطية الحلوة اللي بإسرائيل المهمة. نعم بشوم عليكم أخلاق ما فيكم. ولن البيت حشيش، اسمعوا مني لا تغلطوا أبدا، روحوا تشيعوا، اسمعوا مني لا تخلوهن يغلبوكم.
أبيعني شي لألون. ميشيل عان ذبح المنطقة الشرقية من الوريد تحت اسم شو؟ إعادة الشرعية، كأنه الشرعية كانت توفي بس على المنطقة الشرقية، مثل بعضها ما بيستحي. ورجع ترشع عن كسروين تعاو مورني انتخبوني أنا زعيمكم، وقبض كل تعويضاته اللي طلع فيها من لبنان كلها قبضه. واحد بده يحكي، ما في شي واحد تا يحكي. شي ببكي. ومن تاني مال قول جاي جمعية المصارف وهو في النيابة على واشنطن. ايه هلا بتغيروا رأي دولة امريكا والكونغرس الامريكي، بتغيروا له رأيه لانه لم بيشوفوك كيف عم تحكوا بهالذكاء وبهالفهم وبتضحكوا عليهم. كأنه الأمريكان ما بيعرفوك كمان. شي ببكي شي ببكي شي ببكي شي بحزن. ايه طلعوا بيتكم، طلعوا بيتكم وعملتوا البتكن. ايه خاطركم.